تستمر فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته 53 في ثاني أيام المعرض لاستقبال الجمهور. وللمزيد من التفاصيل ينضم إلينا مراسل التلفزيون المصري كريم بيبرس. كريم، يعني بداية ضعنا في تفاصيل الصورة لديك في ثاني أيام المعرض ونسب الإقبال. نعم، بالفعل فتح المعرض اليوم أبوابه في الساعة 1 ظهرا لاستقبال المواطنين واستقبال الجمهور لحضور هذه النسخة 53. وهذه النسخة أيضا تعد استثنائية في ظل إجراءات احترازية خاصة لفيروس كورونا، منها التوجيهات الضرورية اللازمة بارتداء الكمامات دائما على كل مكبرات الصوت. نسمع أهمية التعليمات الخاصة بارتداء الكمامات، وأيضا تنبيهات على الناشرين وتنبيهات على الحضور، يعني المسافات الاجتماعية، التباعد الاجتماعي على قدر المستطاع. يعني ربما إذا تحدثنا عن نسب الإقبال الخاصة في اليوم الأول لمعرض الكتاب، فحسب وزارة الثقافة وقد وصلت النسبة إلى 91,000 من الحضور حضروا بالفعل في اليوم الأول لمعرض الكتاب. ربما هذا الحضور الفعلي داخل المعرض، ولكن إذا تحدثنا على المنصة الرقمية أو المنصة الإلكترونية فوصل بالفعل الزائرين بها إلى أكثر من 44 مليون زائرا على المنصة. وأيضا التذاكر، كان هناك أكثر من 40,000 تذكرة تم حجزها بالفعل على الموقع الإلكتروني أو المنصة الرقمية، وهناك أكثر من 4,000 زائر للجولات الافتراضية الخاصة بالمعرض على المنصة الإلكترونية. أما هنا إذا تحدثنا عن ما يقرب من أكثر من 1,000 ناشر متواجدين هنا من مصر وأيضا من خارج مصر، من الدول العربية والدول الأوروبية بالفعل متواجدين هنا، من الولايات المتحدة، من السعودية، من اليونان، واليونان هي ضيفة شرف هذه النسخة 53 من معرض الكتاب. بالفعل هناك إقبال كبير جدا، وأيضا هناك فرصة يعني شيقة جدا لمحبي ربما الكاتب الكبير الراحل نجيب محفوظ، حيث هناك الجناح الخاص بمدينة الفنون والثقافة الخاصة بالعاصمة الإدارية الجديدة، هناك تمثال خاص بالكاتب الراحل نجيب محفوظ، وأيضا جولة صغيرة لهذا المجسم الصغير لمدينة الفنون والثقافة الخاصة بالعاصمة الإدارية الجديدة. ربما أيضا المختلف هذه النسخة هي استخدام الوسائل التكنولوجيا الحديثة والتطور التكنولوجي في العرض، منها خاصية الهولوجرام، وخاصية الهولوجرام متواجدة مثلا في جناح الرقابة الإدارية، حيث يتم عرض آليات مكافحة الفساد منذ المصري، عهد المصري القديم حتى اليوم، عن طريق هذه خاصية الهولوجرام وإله الخاص ماعت وخاص بمكافحة الفساد في أيام المصري القديم. هناك أيضا العديد من الندوات الخاصة، ندوات خاصة بالإعلام، ندوات خاصة بالصحافة، توجد داخل القاعات والبلازات الخاصة بأرض المعارض بالتجمع الخامس. لذلك نتابع بالطبع على مدار اليوم هذا الإقبال من المواطنين، سواء على الكتب وهذا المعرض الجامع لجميع الفنون وجميع المعارف، وأيضا الندوات الخاصة بالإعلام والصحافة وغيرها من الندوات على مدار الأيام القادمة. كريم بيبرس، نتمنى لك جولة ممتعة في أروقة المعرض من معرض القاهرة للكتاب. كريم بيبرس، شكرا لك.